مصطفى يونس، مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط. نادي الزمالك في ازمات على طول، واتمنى انه يخرج من هذه الازمه، لان تنافس الزمالك على الدوري مهم جدا لينا ككرويين ولينا كجمهور وكمتعه للدوري الممتاز. النادي الافضل، الاهلي الافضل في كل شيء، لكن دايما بنقيس دوت باداء اللعيبه والتزامهم يوم المباراه. مش شرط النادي الاهلي الاول او النادي الاهلي احسن او فارق 15 ولا 10 ولا 12 بونت يبقى هو اللي هيكسب، لا. ارجو تنفيذ التعليمات، ارجو الالتزام خلال ال 90 دقيقة. لازم هتبقى مقفولة، وده منديل البدايات، البدايات تبقى مقفولة، لكن الأهلي عايز يخلص الدوري العام لازم يكسب. عايز يخلص الدوري العام لازم يكسب. نادي الزمالك هيلعب على أمل واحد، إن هو عايز يحسن صورته، اللعيبة عايزة تحسن صورتها قدام مجلس الإدارة، قدام جمهورها، ولما يكسب النادي الأهلي ده في حد ذاته بالنسبة لهم كفاية عليهم. لكن النادي الأهلي بيلعب على بطولة، دايماً بيلعب على بطولة أصعب، بيبقى الضغط النفسي أكتر، لكن كل لعيبتنا اتعودت على الأجواء دي. يعني كل اللي موجود اتعود على الاجواء ديت، لكن نتمناها كره تليق باسم الناديين الكبيرين واسم النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكل التوفيق للعيبه بتاعتنا ان شاء الله. طبعا انا اتمنى طبعا ان احنا نكسب عادي طبيعي جدا، لكن الكوره ملهاش كبير، اللي بيديها بتديله، واللي بيخلص في الملعب ربنا يديله، ونتمنى نتفرج على مباراه ممتعه ان شاء الله. مصطفى يونس، مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط.